زون سبورتس ستوديو 1 المصري 2 والزمالك 0. اقل نتيجه يستحقها الزمالك اليوم. فريق وديع جدا، فريق خجول جدا، بلا شراسه، بلا انياب في الاقدام والرؤوس، كل شراسته في الافواه والاذرع عند الاعتراضات. الزمالك خسر كل شيء، خسر المباراه، خسر القمه مؤقتا، خسر لاعبه الصاعد محمد ابراهيم بعد تصرفه الاحمق الهابط الذي قلد به تصرفا سابقا لمدير الكره ابراهيم حسن في المغرب قبل 16 عاما. الزمالك في الدور الثاني فريق محدود هزيل جدا، ولا يستحق ابدا ان يدخل في دائره المنافسه على الاطلاق. اما المصري فما اروعه، فريق منذ 7 مباريات بلا هدف في مرماه، بلا هزيمة. هذا هو التصرف الأحمق الأرعن السيء الذي لا يمكن قبوله من لاعب، والذي سيعرضه بكل تأكيد للإيقاف حتى نهاية الموسم. محمد إبراهيم ودع الموسم حتى نهايته بكل تأكيد، وهو يشير بإصبعه بشكل أدنى مما نتخيل لجماهير بورسعيد. عموما المصري مع طه بصري فريق مختلف، لديه حارس هو الأروع في الدوري، أحمد شناوي لديه دفاع هو الأفضل في الدوري. سبحان الله، المصري كان أخطر من الزمالك في الشوط الثاني، أما التحكيم من جاد جريشة فلم يكن سيئا ولكن ليس ممتازا، والأخطاء كانت على الجانبين، لكنه كان صامتا أمام الاعتراضات أيضا من الجانبين. كابتن مجدي طلبة، الزمالك خسر ولا يستحق حتى أن يتعادل. قطعا لازم يخسر. إدارة المباراة غير موفقة، التبديلات غير موفقة، أسلوب اللعب اللي اشتغل بيه او التكتيك اللي اشتغل بيه غير موفق، ما فيش اي محاولات خطيره على جول وانت بتنافس على الدوري، فمن البديهي بدون محاولات ما فيش خطوره، وما فيش خطوره ما فيش جوال. يعني احنا بنتكلم على احمد شناوي بنقول ان احمد شناوي حارس متميز جدا جدا، الا ان احنا لما نيجي نتكلم على المحاولات اللي كانت على احمد شناوي اثناء سير المباراه، اثناء الحركه في سير المباراه، ما فيش حاجه.